الطاقم التربوي والطاقم الإداري والأساتذة والتلاميذ. أما المحطة الثالثة فهي بعنوان الغاية من الاحتفال. إننا ونحن نحتفل اليوم بنجاح تلامذتنا أبنائنا، نحتفل كذلك وبالموازاة مع ذلك بانتصار المعرفة والعلم، بانتصار وتفوق الجهد والعمل. إننا في نهاية المطاف نحتفي بقيم إنسانية رفيعة. لهذا وبعد هذه الكلمة الوجيزة وتمشيا مع منطق اللحظة، ألتمس من الحضور الكريم أن نقف وقفة اعتزاز وتكريم لرجل التعليم في هذا الوطن العزيز، هذا الرجل الذي ما فتئ يشعل شموع المعرفة ويرسخ المبادئ الإنسانية الرفيعة بكل تفان ونكران للذات. Thank you.
نحتفظ لها بها إلى أن يأتي أن تأتي أو يأتي ولي أمرها. نحتفظ لها. الأولى علوم الرياضيات التيمين بن سليمان محمود محمد طه. الأستاذة البدوي في التصدي المشكورة. الأولى علوم الرياضيات الطالب بوبكار نوفل. نقدمها للمبروني مشكورا. وقال أيضا كونوا للعلم دعاة ولا تنسوا.
تتدبروه واستنيروا به في حياتكم ولا ترددوه حفظا كالببغاوات حتى لا تكونوا كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالعلم إذا نور والجهل عار والأمية رأس الفضائل ومعدن الخزائن ودليل التخلف وداعية المرء. قال صلى الله عليه وسلم: لا فقر أشد من الجهل. وقال أيضا: الناس رجلان عالم ومتعلم ولا خير فيما سواهما. سيداتي سادتي إخواتي التلاميذ والتلميذات، لا شك أنكم تدركون أنه بالعلم تستنير الأفكار وتظهر الأصدار التي ارتقى الإنسان ونجح وغرس وفلح وطار وسبع مقتدرا اليوم المسافات الطويلة عبر الأقمار الاصطناعية. هذا ولما كان العلم ثمار الإنسان وحلية العقول والأذهان، كان لزاما علينا نحن التلاميذ المتعلمين أن ننحني أمام أساتذتنا ومربينا بكل إجلال اعترافا بمجهوداتهم وتقريرا لتضحياتهم للجهل من أجل إنقاذنا من براثين الجهل ومصر الأمية. وبهذه المناسبة السعيدة والجمع الحافل يطيب لنا نحن التلاميذ الحاضرين اليوم في هذا الحفل البهيج المقام لتوزيع الجوائز على مستحقيها، يطيب لنا أصالة عن أنفسنا ونيابة عن باقي تلاميذ المؤسسة أن نشرف مسامع أساتذتنا وسادة الحاضرين بقصيد لأمير الشعراء أحمد شوقي تحت عنوان العلم والتعليم. قم للمعلم وكيل التسجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا، وتبعته بيد المعلم تارة صدئ الحديد وتارة مصقولا، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيلا، وفجرت ينبوع البيان محمدا وصدق الحديث وناول تنزيلا. والسلام عليكم ورحمة الله. لنعود الآن إلى توزيع الجوائز أو إلى إتمام توزيع الجوائز بالأحرى. نعم، التلميذ الصالحي وفاء من ثالث أدب. للأستاذة الوزنية التي تقوم بإعطاء هذه الجائزة بالصدق المشكور. ونقدم الجائزة ذكري بسم الله. أول مسابقة جويد.
الأخ يأخذ جائزة في إطار تجويد. تجويد القرآن الكريم. بكلمتين في مناسبة عيد الشباب، فلتتقدم مشكورا.
عيد الإشراق. عيد الإشراق عيد التهنئة وتحسين الأرواح والنفس فيه إلى البهى ترتاح. عيد الشباب وفي الشباب طلع يعود هي العزائم زاهقة وضعف. عيد أطل مع الغزالة مشرقا وكأنها من نوره تمتاح. شمسان قد سطعا بأفق ربوعنا إذا الجمال بأفقنا وقع. إن الشباب عزيمة ومطامح وإرادة قد شتهت الحال. أحيا أمير المؤمنين لكل منى إذ كان في الذكرى له بالله. ميلاد عيد الشباب وهله عنده سواه تحته الأطراف. ملك يقدس في الشباب قوة هي للبناء للجهود سلاح. في كل حقل من حقول حياتنا آيات يسهل لا تفتح. مولاي يا حسن البلاد.